أهلا وسهلا فيكم، مرحبا وسلام للحلقة المتجددة من جمال الحياة مع المدربة التنموية والبشرية الأستاذة ريم عناني. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، شكرا. طبعا وأهلا طبعا بكل اللي بيتابعونا اليوم. تسلمي تسلمي تسلمي. طبعا كل مشتاق اليوم للموضوع، الموضوع من المواضيع المهمة جدا، خاصة وإحنا الآن في عصر تغيرات اجتماعية على الإنسان. كنا عرفنا إنه الحجر الصحي جعلنا نبتعد عن الآخرين، لكن طبيعة الإنسان وفطرته اللي هي دائما بتسيطر عليه وبتسيطر على تحركاته، الإنسان مخلوق اجتماعي بطبيعته، بحب يسوي علاقات اجتماعية، ما ممكن يعيش منفرد، مش زي باقي الحيوانات، لازم يتعرف على بشر، يحكي مع بشر، يعمل علاقات مع بشر، حتى انه ما بيقدر يبتعد عن باقي المخلوقات، ممكن يعمل علاقات يعني مع الطبيعة، مع النباتات، في ناس بتحب الزهور، في ناس بتحب تطلع تمشي بالشوارع، حتى الحيوانات ممكن يصير صديق او شيء زي هيك. لكن الوضع الحجر الصحي طبعا عمل كثير وغير كثير، وهذا اثبت لنا اللي بنحكيه انه العلاقات الانسانيه والعلاقات البشريه هي مهمه جدا. لكن سؤالنا اليوم، كيف ولماذا نبني هذه العلاقات الاجتماعيه؟ لماذا انا محتاج لها؟ خلينا بشكل بسيط استاذه ريم نفسر شو العلاقات الاجتماعيه، كيف نبدا؟ العلاقات الاجتماعية هي علاقتنا بالآخر مين ما كان يكون. يعني اليوم احنا قاعدين بنحكي بشكل موسع، ورح نحكي في الأسابيع القادمة على العلاقات الخاصة بشكل خاص، يعني علاقات العمل مع الأولاد وكذا. بس بشكل عام نعم، الإنسان مخلوق اجتماعي، بيحب يكون في جو اجتماعي، والعلاقات هاي هي قد تكون مصدر سعادته الحقيقة، مع إنه احنا بندور على مصادر كثيرة، ولكن قد تكون هي علاقاتنا وشكلها وطبيعتها هي مصدر سعادة أو العكس تعاسة. هلا بشكل عام ما في انسان مش اجتماعي 100%، يعني كل انسان لازم يبني علاقات، لكن في ناس بتلاقيهم مور سوشيال، بحبوا كثير يبنوا علاقات وبيعرفوا ناس كثير، وفي ناس بقول لك انا عندي زوجتي وابني واخوي واختي وخلص بكفي عندي هذا هو هذا اللي بنحكي عليه، مش العدد، مش نعم العدد، اوكي احنا بنحكي على كواليتي ريليشن شيب، حتى لو وحده. فاغلب الناس اذا بتسالهم عن سبب تعاستهم بقول لك انا وحيد، اشعر بالوحده، يعني هذا سبب الابتعاد الكلي او انه عدم وجود. ممكن تشعر بالوحده وعندك 100 صديقه فكره، او سو كولد، او اللي احنا قد ندعوهم اصدقاء، هم مش اصدقاء. ممكن تكون تشعر بالوحده وعندك شريك في البيت او زوج او زوجه، وهم مش شركاء حقيقيين، مش علاقه ايجابيه. فهي الوحده تعني انه غير عدم وجود علاقه صحيه جيده ايجابيه في حياه الشخص. ركزتي على شغلات مهمة، صحية، إيجابية وجيدة. أعتقد أنه هذه الشغلات اللي لازم نتكلم عنها، لأنه في للأسف علاقات غير صحية، سلبية، وليست صراحة بالجيدة. يعني في ناس نعرفهم بحياتنا مجبرين أو أو يعني تعاطفا معهم، أوكي بنقول خلينا نعمل معهم علاقة، لكن في الحقيقة مش هي العلاقة الصحيحة، فلازم تكون صحية، إيجابية وجيدة. طبعا طبعا. أوكي. هلا اول شيء ممكن حدا يسالنا انه طيب انتم كيف قررتوا ان هي العلاقات الاجتماعيه هي مصدر سعادتي؟ انا هذا مصدر السؤال سعادتي شو؟ هذا السؤال مهم يا. هذا هو ابو مليون دولار. يس. انه واي، وليش، يعني ليش قررتوا هذا ليش عملتوا هاي القرار مثلا؟ يعني أستاذ ريم، في ناس بقول لك سعادتي أنا يكون عندي شغل كويس، بزنس، جود بزنس، ناس بقول لك انا مهم سعادتي الفلوس، انا قد ما اجمع فلوس بكون عندي سعاده، ناس بقول لك سعادتي انا الـ مثلا ابني جود كواليتي كومباني او شيء زي هيك. فاحيانا الماتيرياليزم هو اللي بحدد السعاده عندنا، يعني الاشياء الملموسه دائما بنقيس فيها السعاده، لكن لما تيجي تحكي عن علاقه وعلاقه مش ملموسه، يعني الناس كتير بتشكك في هذا الأمر، شو رأيك أنت؟ أول هارفارد ريحتنا من هذا السؤال وعملت أكبر استدي لطبيعة البشر وتصرفاتهم تقريبا في تاريخ البشرية، هو يعتبر الأطول
والأكثر متابعة. أوكي، هذا اوكي الدراسة بلشت في 1983، اها والسؤال هو كان كيف نكون سعداء. فهم بلشوها في 38 938 وعلى 720 رجل في هذاك الوقت في جامعة هارفارد، وسألوهم هذا السؤال، قالوا لهم شو اللي بيخلي الإنسان يشعر بالسعادة أو مصدر سعادته أو اللي يؤثر في النهاية على سعادته. 80% قالوا المال، مش مصدومين طبعا احنا. يا 50% قالوا بيكونوا سعداء اذا حققوا الشهرة. فطبعا استمرت هارفارد في هاي الدراسة، وانا طبعا شفت قرأت الدراسة، قرأت عنها في عدة كتب، وشفت المقابلة مع الدايركتور رقم 4 للبرنامج، والنتائج كانت في الحقيقة مذهلة، بأنه وجدوا الأشخاص الأسعد اللي صحتهم أفضل اللي ذاكرتهم ظلت مستمرة هم اللي في حياتهم شخص they can count on، شخص علاقتهم فيه، شخص لو واحد علاقتهم فيه سليمة جدا، بيشعروا معه، بيشعرهم بالاهتمام، وبيشعروا إنه لا إذا احتاجوا شيء they can fall on him. فهاي نتيجة دراسة طويلة جدا ما تزال مستمرة في هذه الجامعة. فإذا معلش هذا قطع خلفية بدنا قيمة. نعيد النتيجة لأنها مهمة، إنه الأشخاص اللي كان عندهم علاقة جيدة مع شخص آخر في حياتهم هم كانوا الأسعد والأصح أوكي. حتى على الصحة هم كانوا يعملوا لهم بلود تيست، كانوا يحكوا مع أوكي أطبائهم، كانوا يحكوا مع زوجاتهم، كانوا يحكوا مع أبنائهم، تصوروا أحفادهم. فهم في حتى كانين يعملوا دراسة لما يوصلوا الـ50، في منهم لحد هلأ 60 عايشين على فكرة بالتسعينات من عمرهم، فبقوا لما يوصلوا الـ50 يصيروا يعملوا شو الاحتمالات، مين من هدول رح يكون أسعد أو يعيش حياة صحية أكثر. واكتشفوا أنه كل ما كان واحد عنده ركيزة اجتماعية جيدة، مش اجتماعية بالعدد، واحد أو اثنين أشخاص he can count on them he can lean on them، هو اللي في النهاية أثبت أنه هو قدر يكمل. أقل أمراض العقل واختفاء يعني والذاكرة ما ضعفت كتير، وهم هذول أكثر ناس حتى لو أصيبوا بمرض جسدي كانوا يقدروا يتحملوا، ما يكونوا متعرضين لآلام نفسية فوق الآلام الجسدية، فكانوا أسعد ناس فعلا بهاي الدراسة. إذا بس بدي أركز على موضوع الدراسة، بدأت سنة 1983 38 38 يس يس أوكي، يعني أنت يا بتحكي عن تقريبا 90 سنة، يا بدأت من قبل 90 سنة يعني من أوكي أيام الأبيض والأسود، قديمة جدا الدراسة. وهي ليش يونيك؟ لأنه عادة الدراسات بعد 10 15 20 سنة بيروح الفند، بتبطل تستمر، ما تزال مستمرة، وما يزال يعرض في هارفارد حصة للهابينس، هو من أكثر الحصص اللي بيسجلوا فيها الطلاب في هارفارد اللي هو حصة السعادة. اوه والله هذا يعني صراحة، يعني ان يمكن تكون يمكن اطول دراسة في تاريخ البشرية، يعني دراسة على أكاديمية. نعم نعم بهالشكل وقديش ثروة وقديش انه دخلوا في كل مجالات الحياة. هو اعتقد او الدايركتور الحالي يعتقد انه هي اطول دراسة مفصلة لتصرفات البشر على طول حياة البشر. طب استاذ ريم، يعني خلينا نحكي صريحة، بناء العلاقات الاجتماعية مع الآخرين قد تختلف من شخص لآخر، مش برضو بس يعني علاقتي مع أخوي قد تختلف عن علاقتي مع أختي لطبيعتها، علاقتي مع زوجتي تختلف عن علاقتي مع ابني لطبيعتها، لكن برضو طبيعة الشخص المقابل اللي يسابني مع العلاقة برضو تؤثر على هذه العلاقة. فكيف بده الواحد يقدر يستطيع يبني علاقة زي ما حكيت صحية إيجابية تكون من الطرفين، بحيث انها تصل الى ايش بسموها التوب او السوبريم؟ يا هي ولا مرة رح تكون حالة كمال، يعني هذول اللي عندهم علاقات سليمة جيدة، هي مش علاقات ما عمرهم مش تقاتلوا، ما عمرهم مش صار بيناتهم مشاكل، ما اختلفوش بالآراء، ولكن هم هذول الجماعة يعني إذا بتقول الاختلاف لا يفسد للود قضية، وأنا عارف إنه هذا الشخص لما أختلف معه مش رح يتركني، ولا رح أنا شاعر نفسي إني برقص على حبال من الهواء في أي لحظة ممكن أوقع. فهذول هذه هي نوع العلاقة، مش هي علاقة مثالية نهائيا، ولكنها علاقة الركيزة الأساسية تبعتها إنه أنا عندي شخص بقدر أعتمد عليه.
لأنه الاختلاف يعني شيء طبيعي، هذا حكينا عنه احنا في طبعا الحلقة انه طبعا شيء طبيعي، ولكن اللي بيصير احيانا الاخطاء اللي بيقوم فيها الانسان. يعني انا مثلا لي صديق علاقتنا كويسة، بزلة لسان انا تكلمت عنه بطريقة او ما عجبته، تنتهي العلاقة خلاص، بسكر الباب في وجهي. يعني لازم يكون في ركائز هناك. هل كيف نبني هاي العلاقات الاجتماعية الصحيحة؟ مستحيل إنسان ما يغلط، كلنا بنغلط، سواء مع أبنائنا سواء مع زوجاتنا سواء مع أهلنا، فكيف ممكن نوصل للأفضل؟ يعني هذا السؤال، هل هناك تيبس إنه نوصل لعلاقات اجتماعية رائعة؟ يا شوف، جل من لا يخطئ، ولا واحد فينا بيخطئش، ولا واحد عنده بارتنر او زوج او زوجه بيخطئش في حقها او بتخطئش في حقه. ولكن هي الاخطاء بتكون، شوف، تكرار الخطأ هذا مش خطأ، تكرار الخطأ هذا تعمد بالإيذاء، هذا رقم واحد. لا، اذا بخطئ وبعتذر وانا علاقتي فيك قويه لهالدرجه، واي نوت، بعذرك، لانه رح يجي يوم انا يصير عندي خطا تعذرني. ولكن اذا كررت الخطا، اذا انت تتعمد ايذائي، او انا عندي مشكله اني احط لك حدود واضحه تمشي عليها، فبتفشل العلاقه ورا الاخرى. في علاقات كان لازم تستمر ولكن بتفشل لانه احنا مش قادرين ان نتعامل مع الشخص الثاني. هلا بنحكي فيهم. إذا صح، في أشياء إذا عملناها حتى لو العلاقة اوريدي بلشت وفيها مشاكل، ما هو هذا جزء من عملي، إنه بيجوني الناس عندهم مشكلة في علاقتهم مثلا زوجية، خلينا نقول، فبنعيد بنائها من الصفر، اتس اوكي، بنحط أسس جديدة وبنحط على يعني شغلات جديدة. بس زي ما قلنا، المبدأ هو إنه ممكن أغفر لحدا، بس إذا كرر أخطأ أكثر مرة بتبقى يعني واضح إنها متعمدة، وهذا أنا برأيي وقتها بدخل في toxic relationships اللي هي علاقات سامة تصبح. إذا أنت حكيت لنا إنه في نتائج رائعة على هذه الدراسة اللي قامت فيها جامعة هارفارد، تعتبر من أرقى الجامعات العالمية لبناء العلاقات السليمة، حابين نسمع شوية عنها. عن الدراسة ولا عن نعم، العلاقات السليمة؟ عن الدراسة شوية بس تعطينا هيك ملخص. الدراسة زي ما قلنا هي حكت إنه العلاقة الزوجية المليانة بالمشاكل، هاي الدراسة خلص، خلينا نقول العلاقة الزوجية المليانة بالمشاكل هي أسوأ من الطلاق، لأنه تؤثر شخص، هدول الناس بصير عندهم ميموري لاس، بصير. فإذا إذا عندك علاقة مش ماشية صح سامة، أنا بفضل إنه تبلش تشوف طرق بدك تحلها. إحنا ما بنقول ننهي نهائيا، بس خلينا نقول إنه نبحث عن حلول عملية بدون ما نضل نستنى في هذا الشخص يرجع لرشده أساسا. أطول الناس عاشوا أعمار في هذه المجموعة اللي تمت الدراسة عليها كانت للسعداء في علاقتهم الاجتماعية. أوكي. التعساء في علاقتهم الاجتماعية كان عندهم آلام نفسية وجسدية. العلاقات الاجتماعية الجيدة واللي بحس الإنسان نفسه مسنود فيها هي بتحمي الذاكرة، وهم أقل ناس عرضة لأنه يصابوا بضعف الذاكرة. كمان هايدي بتقول إنه نعم، العلاقات الاجتماعية لازم نشتغل عليها، هي مش سهلة، يعني ما في تبسيط للأمور، كانت واقعية جدا هاي الدراسة. وخلينا ننهي يعني الدراسة، موضوع الدراسة هاي، بمقولة لمارك توين لما قال ما فيش وقت، العمر يعني قصير كتير عشان نعيشه في مشاكل وكره واعتذارات، هناك وقت فقط للمحبة. فهاي هي يعني أهم قاعدة نبدأ فيها، اللي هي مقولة لمارك توين. ما في وقت لتضييعه بالمهاترات، لازم نعبي حياتنا بالمحبة والخير والبركة، أكيد يعني هذا إشي مهم. Yes. إكرام بتقول جميل جدا أن يكون هناك من يسندنا من يساعدنا، خاصة الواحد بصير يفكر بالكبر، يعني هو شباب يمكن ما يهتم لهاي النقطة كتير، بس كل ما كبر شوية بصير هاي النقطة. فإيش رأيك أنت بهذه النقطة؟ طبعا هاي لها حدين، أوكي، خاصة بالعلاقات السلبية والعلاقات يس تفضل. صح، شوف، خلينا نقول good life is built with good relationships.
يعني نعم هذه الخلاصة النهائية. الحياة جيدة هي موجودة في الحياة، في الحياة علاقاتها كويسة. العلاقة اللي فيها طرف واحد منيح والطرف الآخر سلبي، إني في كثير إحنا طبعا مفهومنا الشرقي القديم مش هلا عن الزواج، اللي هو طرف يعطي للآخر وطرف بيعملش إشي سمها، يعني يا رابح يا خسران، أو معركة أو ندين أو منافسة، مش عارف أنا بالضبط شو الهدف أو شو الأساس، ولكن هاي الأساس، هذه مش علاقة سند. أوكي، إذا أنا نعم. بضل أستنى الواحد يعطيني 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 وأنا مش موجود تأسنده كمان، هو بيكون عايش في حياة توكسيك، وأنا بتعود على الليزنس وبطل أعطي. هي العلاقة الجيدة هي الطرفين بيعطوا بنفس الطريقة وبيسندوا بعض بنفس الطريقة. ممكن أنت مثلا إذا الزوج بيشتغل والزوجة هي بتشتغل في البيت، ما فيش إشي اسمه زوجة ما بتعمل إشي، فإذا بتشتغل في البيت فهي بتسنده أساسا نفسيا، هي بتسنده بأنها دايرة البيت ومؤسستها المنزل عنه، هو بيسندها ماديا وبيسندها نفسيا بطريقة أخرى. فمظبوط يا يعني شكرا يا إكرام، مظبوط. فخلينا هلأ نبدأ شو ممكن نعمل عشان نحصل على علاقات اجتماعية. ما هو هون this is where we get، Yes. هون يعني دخلنا في المهم. أنا برأيي تفضل. تفضلي. لا بدك دخلنا بالجد بحكي، يلا تفضل. أنا برأيي لا يوجد علاقة ممكن تستمر بدون الاحترام، احترام لمساحتك، احترام لشخصك، احترام لعقائدك، احترام لكل شيء مختلف عني انت فيه. لا علاقة عملية ولا علاقة زوجية. احنا للأسف بنفكر انه العلاقة الزوجية عندنا نلقيم كل الحدود ونصير واحد، بنصيرش واحد، رح يضل في فينا اختلافات. وكل ما احترمنا مساحة بعض واختلافات بعض واساليب بعض في الحياة، كل ما كانت هاي ركيزة لأي علاقة بتدخل فيها. هلا إذا نسفنا هذا الأساس، أنا بتهيألي ما بتقدرش أساسا تمشي للخطوة رقم 2. إذا أول شغلة الاحترام. لابد من إنه كل شخص يحترم ذاته أولاً ويحترم الآخر. وهي النقطة مهمة جدا أستاذة ريم، لأنه موضوع الاحترام هو مش معناه هو أنا معك في الرأي، ولكن أحترم طريقة تفكيرك وأحترم نعم رأيك. طبعاً، وأحترم أحد تحقق في الاختلاف. أوكي، هاي لسه أهم، حقك في الاختلاف. لأنه للأسف أحيانا طبعاً يعني طيب، هل مثلا في العلاقة، خلينا نبدأ بس هون في الاحترام، في العلاقة العائلية بدي أحكي بين الزوج والزوجة الابن، لما أنا بختلف مع أحد أفراد هذه العائلة، هل لازم أعمل كومبرومايز أحيانا عشان أمشي الرأي اللي مع إني أنا مش مقتنع فيه، بس عشان أمشي الرأي وأمشي السفينة زي ما بيحكوا، ولا لا؟ لازم أصر على رأيي. دائما، لا هو دائما في كومبرومايز، في دائما، بس ما يكونش كومبرومايز لدرجة انك تفقد مكانك وتصبح انسان اسير لهالعلاقة، بحيث انها تصير عبء عليك والطرف الاخر مكيف لانك you keep compromising. بس هو if I خلينا نقول بدنا نحضر فيلم، يعني نبسط الامور. نعم. انا بحب انا بحب من ناحيتي بحب الافلام الاجتماعيه، وبحب افلام العصور الوسطى، هاي ماي فيفورت. اوكي، لنفرض انا البيت كله شباب، 3 شباب وزوجي، بحبوا افلام الاكشن وبحبوا يتفرجوا على الفيكشن. اوكي، وعشان نقعد كعائلة مرة واحدة وي كومبرومايز، بنعمل مثلا أنا بقعد بحضر معهم فيلم أكشن مع إنه مش مبسوطة عليه، أو هذيك النهار حضرنا ابني فيلم صيني يعني هذا مثال بنقيسه أشياء أكبر، وهم بيجاملوني بيقعدوا معي يحضروا فيلم اجتماعي أنا بحبه، بحب الميموارز، بحب العصور الوسطى جدا، لأنه دائما الأفلام بتكون مرتبطة بحادثة تاريخية، وأنا I like that. صحيح. هذا يعني Yeah, so we compromise. Yeah. أول نقطة اللي حكيتيها اللي هي الاحترام، مع إبداء يعني الاحترام بالرأي، احترام الفكر، واحترام حتى إنه أنت مختلف معي، إنه هذه طبعا الاختلاف هذا شيء مهم. ممتاز. النقطة اللي بعدها شو بدك تحكي لنا عنها؟ النقطة اللي بعدها، هاي النقطة كمان يعني هدول أول كم نقطة ما فيش عليهم مجال، ما فيش مجال لأنه give and take. لازم يكون في كل علاقة ناجحة في هذا العالم، سواء عملية أو اجتماعية أو زوجية، لازم يكون في حدود أنا برسمها لنفسي أول قبل ما أرسمها لك. يعني أنا بوقف عند حدي لما when it comes to
your private life ولا أشيائك الخاصة اللي أنت بتحبها. وأنا برضو برسم حدود واضحة. هو ليش بتفشل العلاقات؟ لأنه بتصير متعبة. يعني أنا مش قادرة أحط لواحد لصديقة إلي حد. أنا عندي مثلا ناس بيجوا بياخذوا معي سيشنز عشان يقدروا يتخلصوا من علاقة صارت جدا مزعجة. برن عليكي في أي وقت الساعة 10 12، بدي أعرف وين أنت، ممنوع تعتذر. إذا قلتي لي أنا سوري ما قدرت أرن على التليفون، ليش؟ رحت على الدكتور. بس أنا بروح بسأل حدا تاني بعد ما اكتشف إنك ما بقيتي عند الدكتورة. مين الغلطان هون؟ مش السيدة اللي معتدية على وقتي هون، أو الإنسان الغلطان أنا. يعني دائما نبحث عن الحلول بداخل أنفسنا. أنا لم ما قدرت أحط حد لعلاقتي مع هاي السيدة بحيث تعرف إنه أنا وقتي العائلي مقدس. بترني، بتعملي موعد، بدك يعني اشرب، حتى لو بدك تعطيني مليون دولار انا يمكن افضل اقعد مع اولادي احسن. فانا ما نجحت اني احط حد لهاي العلاقه وين لازم توقف وشو المواضيع اللي ممكن تحكي فيها. ولذلك لابد من اعاده، نرجع من اول وجديد. وللعلم الناس تحترم اكثر الشخص اللي عنده حدود واضحه. مثلا انا هذا وقت العمل، يعني انا I will not exchange messages. أنا هذا وقت عيلتي، بحضر في فيلم مع أولادي، لو مين مرن علي ما برد على التليفون لأنه هذا وقت أولادي. هاي الحدود. نفس الشيء لنفرض برضو بتصير في موضوع الأزواج مثلا، إنه في شو بدنا نقول، يعني الواحد بيضل يعمل أمثلة هي أفضل. لنفرض أنا عندي، أنا زوجي وأولادي بحبوا يلعبوا جولف، نص يوم السبت تقريبا بروح للجولف، ذاتس ذير أريا، هذا اللي بحبوا يعملوا، أنا ما بحب ألعب جولف، أي دونت جو. فبرضه هاي في، يعني في حدود انا ما بقدر اخليهم يغيروا نظام حياتهم ويتخلوا عن إشي بيحبوه بس عشان it doesn't fit me. فلابد حتى في البيت، حتى مع الاولاد، حتى مع الجميع، لازم نرسم حد ويعرف الشخص الاخر اسهل له اساسا يتعامل معي، يعرف انه هون لازم يوقف، هاي مساحتي الخاصه. طب إكرام ترجع تسأل سؤال، تقول لك إيش رأيك بالصديق المتذبذب الذي يتغير مع تغير الفصول؟ أحيانا نجده يحبنا ويدعمنا، وأحيانا يخذلنا في مواقف بسيطة، هل يمكن نسميه مصلحجي؟ شوف يا إكرام، بكل بساطة الشخص اللي متعبك، اللي بتصير بدك تفسري تصرفاته، واللي بدي أصير أعطيه من طاقتي، I wouldn't call him a friend, I would call him، بعرف هذا الإنسان، برضو خلينا نسميهم بأساميهم. والطاقة اللي عم تعطيها لهذا الشخص عشان تفسري وقتيش he's gonna رح يحكي، ابعدي شوي. انا بحب الابتعاد الجميل شوي في هيك حالات. هدول نو no. انا هدول زي مزاجيين، بس انا مش مستعد انا اعلق حياتي ونفسيتي على مزاجية حدا. يعني انت بتحبي الناس اللي واضحة بغلط، هذا اشي طبيعي، بس انما ما يكون متذبذب، طبعا يعني مرة معك ومرة مع ضدك. ما تخلينيش انا في، شوف في ناس مثلا بيجوا بوقفوا معك لا قدر الله اذا صار عندك مشكله او كارثه او شيء بيموتوا عليك. بس مثلا تيجي بدك تعمل فرح او حدقه او عندك something good is gone، بيختفوا من عندك. يعني هاي لحالها مفسره حالها. فانت حيطي نفسك في الناس اللي بتحبك دائما، وبرضه مش موجودين دائما يسفقونا، مش فاضي. انا بحب الاصدقاء، يعني الامريكان جدا رهيبين في هالشغله، سوري مش راح اقدر اجي، انا او انا بمر في ظروف صعبه، يعني بيعطوك هيدز اب او بختفي، وبعد سنتين ثلاثه اربعه بتشوفه بتلاقيه لسه صار. طيب في عندنا اصدقاء يمكن ما شفناهم من 10 سنين، ولكن بقدر I can count on them. يعني هذه مهمة. يعني في دكتور مخلص بيحكي لنا شعرة معاوية هي في العلاقات هي الأساس، تعرفي قصة شعرة معاوية؟ كل أنا ما يروح والله أنا ما مش فاهمة بالضبط القصد، يعني إنه إذا انقطعت خلاص يعني مثلاً. يعني إنه خلي بينك وبينه شعرة معاوية زي ما بيحكوا، يعني ما تقطع العلاقة. يا خلي على، يس مزبوط، انت مش ضروري اسمع انا بدي اطلعك من حياتي خلص. هو جس حدد العلاقه، حط حدود انه يعني هذا الشخص كويس لتلفون مسج، بشوفه بشرب معه فنجان قهوه، هي ماهيته ممكن. يعني مش شرط انه انا ما بحب، انا يعني انا عندي اسلوبي في الحياه، انه في اشخاص انا يمكن ما بعشق علاقتهم، يعني علاقتهم مش العلاقة اللي أنا برتاح لها، ولكن بعتبر وجودي معهم هو درس إلي في الحياة لطريقة التعامل معهم. يعني أنا مثلا ممكن أطلع معه، ممكن أستفيد منه بأشياء علمية ثقافية اجتماعية،
او ممكن يصير في تبادل حواري بيننا، بس مش معناه اني انا بحبه او بعشقه مش وهو صديقك. صديق. يا يا ف يعني نعرف ناس كتير في حياتنا مش هم أصدقائنا، بس عندك حد فول أون، لو أنت عارف هذا الشخص مش رح أروح أدق على بابه لما أحتاجه، صح؟ ايوه صحيح، صح. طيب جميل. زياد انا شايفه بحكي إشي مهم، خاصة الوضع الآن، التباعد الاجتماعي. بقول لك افضل شيء في العلاقات الاجتماعية هو نقطتين، واتوقع انهم مهمات هون: البعد الاجتماعي. بكمل بحكي لك البعد الاجتماعي يكشف لك فهمته، انا فهمته عملي ونظري. distance after hearts from each others. اوكي، هذا زادت الموضوع. اجمل شيء في البعد الاجتماعي لا، هو اجمل شيء البعد الاجتماعي. الأجمل شيء البعد الاجتماعي، سوري، العقول كثيرة ووجهات النظر كثيرة، كل واحد وصورته مختلفة. أتوقع العلاقات، كمل هون، العلاقات الاجتماعية كثيرة ومنوعة. لا، بدنا نرجع الأول للنقطة اللي حكاها، وهي هلأ أعتقد أساس في حياتنا صارت، اللي هو السوشيال ديستانس والبعد الاجتماعي. هو شوف أثرت كثير على بعض الناس نفسياً، إنهم مش قادرين يشوفوا الناس اللي بيحبوهم أو اللي يعني علاقتهم قوية فيهم. ممكن يكون صديق كثير إلك مقرب، تقدر تحكي له كل إشي، عارف إنه بحكمش عليك، عارف إنه مش رح ينتقدك، فالناس they miss that. هلأ البعد، في ناس بيقولك ابعد عن الناس، هدول بيكونوا انصابوا بصدمة معينة من شخص وقرروا انه انا بدي اعتزل كل البشر، بس اتاكد انه يكون حواليك شخص او اثنين انك تكون مرتاح للتعامل معهم. هو احنا شوف، انا بقول للناس اذا انتم مش داخلين على انتخابات وبدكم 2000 3000 صوت، مش ضروري كل هالعلاقات المتفرعه، صعب. It needs energy يعني عشان to continue. بس انا بقول انه اذا انت حاب يعني تبعد عن ضوضاء هالحياه ويكون عندك one or two friends is okay، بس انك تحكم بشكل عام اني بقدر اعيش بدون ولا حدا، انا بقول صعب. صعب جدا. يا طبعا. يعني انا بدي ازيد شغله بس استاذ ريم، العلاقات الاجتماعيه اللي هي مش صاحب وصاحبه، او هو أبوك وأمك وأخوك وأختك، هدول العلاقات المجبر عليها أنت، يعني أحياناً حتى التباعد عن هذه العلاقات بتكون صعبة جداً يعني ومؤثر. في هاي ناس بتستطيع، ولكن هاي العلاقات ابعد عن الكونفليكت فيها، ابعد عن الخوض في موضوع رح يجي يولع يعني يعمل مشكلة، ابعد فيها عن الخلافات. بنقدر نفوت على واحد مثلا قريبنا، كيفك شو اخبارك، بنشرب فنجان قهوه، بنحكي في اشياء عامه جدا اللي هي ما بتثير، لانه هذا الشخص بيكون عاده ما بيتقبل الراي الاخر. بنبعد عن المواضيع الخلافيه، بنبعد عن التكلم بشغلات شخصيه، وبنبعد عن ابداء ارائنا في مواضيع شخصيه، وبتكون بكل سلام بتمر. بنقدر يعني ويكان، بس احنا العلاقه اللي بنحكي فيها اللي هي هارفارد عملت عليها دراسه، انه يكون في حياتك شخص انت وياه كثير قراب لبعض، لدرجه انه يعني يو كان سي اني ثينج قدامه مش رح يزعل منك، او مش رح ينقل عليك، او مش رح يحكم عليك. هذا هو. الدكتور مخلص برضه بيحكي انه احيانا حسابات السوق ما بنضبط مع الصندوق، يعني احيانا الكلام، انا معك، احيانا بتصير شغلات خارج ارادتنا، ولا يعني لا، مش كل شيء زي ما حكى العلم. يعني هو احد الامثله، انت بتكون طالع تسوي شغله، بصير معك شغلات بتغير الكورس تبع التريب تبعك بدون علمك وانت مش عارف، فاحيانا العوامل الخارجيه بتاثر. طيب دكتوره او استاذه، حكيتي عن نقطتين مهمات، انا بدي الخصهم بسرعه عشان نطلع على الثالثه: الاحترام وحدود لانفسنا وللاخرين. طبعا بقدرش اقول لك انت بتوقف عند حدك في حياتي وانا بتدخل في صغيره وكبيره بحياتك، ما بصير. It's a two way street. يعني هذه اللي هي تقبل الاختلاف. هل هناك سعي دائما، في ناس تعرفي بكون في واحد dominance في العلاقه، يعني واحد المؤثر واحد متاثر ودائما بسعى لتغيير الاخر، فهل هاي العلاقه صحيه؟ لعلمك الدوميننت هذا هو أكثر واحد متعوب باله يعني باللغة المحلية. أصعب شيء نقوم فيه محاولة تغيير الآخر، لأنه الإنسان بعد يعني دروس كثيرة وكتب كثيرة، الإنسان بتغير لما هو بده يتغير، لما يتغير هو مجبر، لا هو بيبقى سعيد ولا أنت بتبقى سعيد.
صحيح. فأنا بقول لك ابتعدوا عن تغيير الآخر، شوف إذا بقدر أتقبله زي ما هو ومن خلال تعامله معك ممكن أحبه لك وشوف الأشياء الإيجابية عندك هو يصير بده يتغير. أنا بقول إذا بدك تكون سعيد غير نفسك، بس ما تغير الآخر، خليه هو يتغير بطريقته الخاصة. ممتاز. زيد بحكي مرة تانية، العقول كثيرة، وجهات النظر كثيرة، كل واحد وصورة مختلفة. مزبوط، يعني ربنا خلقنا مختلفين لسبب. الدكتور مخلص بحكي بالصداقة يجب الانتباه أن الخطأ يمكن أو يكون خطأي أنا وليس خطأ الصديق. صح، شغلة جميلة 100%. جدا. يا ما انا دائما بقول يعني كل ما نقعد نقع في موقف، يعني انا في مرات بيزعلوا مني انه انا مظلومه انا كذا، بس انا ما بيخليني مثلا اطلع، خلينا بشتغل كثير مع الستات انا، بس وبتيجي بتقولي لي انا لازم اتغير. لازم انت تتغير لانه انت مش حاطه حد ومش عندك ثقه في نفسك، عرفت كيف؟ فهو مزبوط، انا بقول للواحد ودائما جهدك ينصب في ذاتك، بتشوف ليش هذا الشخص تعدى حقوقي، مش ليش هو تعدى حقوقي وبس، شو في اشي انا خلى هذا الشخص يقطع الخط معي. اوكي، يا اما ما قدرتش تدافع عن حالك الا الثقه بالنفس، يا اما بتخاف تخسر الناس لانه انت دائما تسعى على رضا الناس، يا اما يا اما يا اما، فهي ات اول يعني قد ما بعدنا رح نرجع لنفسنا وقتها بنحل الموضوع، ممكن نتابع علاقتنا مع هذا الشخص نفسه بس زي بتقول بشروط جديده. زي ما بيحكوا، اذا اردت ان تغير العالم ابدا من نفسك، يعني ابدا هذا من شيء نفسك. مهم. ابسولوتلي. طبعا العلاقات الاجتماعية باختصار هي فهم الشخص للآخر. اختصرها زيد مش وحكى غلط إن بعد ما تكون فهمت نفسك، طبعا you have to know what you want. هذا مهم. نعم. هدى الله يسهل عليها ويعطيها العافية، أنا مع فكرة البعد الاجتماعي بالرغم من صعوبة الوحدة. عندك حدا يا هدى you can fall onto، حدا بتوثقي فيه كتير، وإذا ما في شو اللي خلاكي تاخدي هيك قرار إنه أنا ببعد عن كل الناس بكون مبسوط، بس شخص واحد then بعدين حقك يعني. بس بتعرفي، بناء يعني على الدراسة تبعتنا بتقول لازم يكون عندك حدا. يعني هو في ناس بياخذوا هذا، في ناس انا بشوفهم مثلا بيبتعدوا، بقول لك انا بدي اروح على الطبيعه، اروح ابني لي كوتج بعيد 200 كيلو عن المدينه واعيش لحالي. في ناس بتاخذوا هذا القرار، بس بناء على الدراسه اللي بتحكيها انه ليسوا هم الاسعد. يعني بس هو مش لحاله، هو بروح مع زوجته، هذا هي كانت اذا متفهمة وعندها نفس الميول وراحت. حسب إذا بدي ارتاح ولا لا. طبعا عمي ابو ميد بقول السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. زيد بحكي لك البعد الاجتماعي خارج العائلة، اوكي، يعني صار في علاقات، ممتاز، كويس، حلو. يا اذا انت بدك العائلة، علاقاتك العائلية، يا العائلية مهمة جدا، يعني طبعا أكيد ما حدش بحب البعد، بعد الجفا، بس أيام بيكون راحة البال راحة للهرب من شيء. ما هو أنا قلت لك أنت أخذت هذا القرار، هو أنا ضد الكثافة، يعني too many people in and out، لأنه بضلش معك وقت تفهم حالك وتعيش حياتك وتمارس هواياتك وتشتغل شغلك. يعني هذا في ناس بعيشوا عجقة، هم بيكونوا هاربين من أنفسهم، وفي ناس بياخذوا موضوع اني بديش اتعرف ولا حدا، توصل فيه وبعدين بيعانوا من الوحده داون ذا رود، لانه يا حرام بيكونوا تعرضوا لموقف من حدا وقرروا اني انا بديش اوثق ولا في انسان. صحيح صحيح. هدى بترد عليك او بدي احكي بزيد، اول شيء بقول لك سعادتك انت من تصنعها، وهذا صحيح. هدى بتقول لك كلهم بعاد للاسف، وبتردهم بتقول لك عندي خالتي صديقه واخت وطبيبة، لكن للأسف بيننا وبينهم قارات أو محيطات. فهل البعد الفيزيائي، يعني أنا بقارة هو بقارة، ممكن نعتبره خاصة في عصرنا هذا بعد وما نقدر نبني علاقات؟ لا، هم يعني شوفي، أتمنى أنك تلاقي علاقة هون ترتاحي فيها، بس هلأ يعني الأجهزة هاي التلفون المرئي والاتصالات خلتها أنه أسهل أني بقدر ستيل أرفع التلفون. زمان بقى الدولارين الدقيقة،
بس هلا بقدر ارفع التليفون صوت وصوره واحكي مع هذا الشخص واحكي له اللي انا بدي اياه، واذا بعرف لا سمح الله اذا احتجت هذا الشخص هي ويل باك مي اب. ممتاز. مظبوط. طيب آخر تعليقين نقرأهم. البعد الاجتماعي هو فقدان الثقة بشخص تعلمي بيكون مؤقت طبيعي للإنسان. أوكي. طبعا أخت سمعة بتحكي بلا سعادة بلا بطيخ. بطيخ. طبعا أعتقد أنها بطيخ يعني. المهم أنا عكس هذا، الإنسان دائما ينظر الى السعاده مع اكل البطيخ. يعني البطيخ انا مثلا بيجلب لي سعاده، بيجلب لابني سعاده، زوجتي يمكن ما بتحبه، فلا السعاده مهمه. الاستاذ عبد المجيد طبعا بقول لك لازم يسعد تسمعي. يسعد مساكي، شكرا بسلم عليكم. الهدى شكرا كثير. بتجاوب المشكله انه في ناس قريبه كثير لكن عند المحك والمحنه ما بتلاقيها. مزبوط هذا، وكلياتنا بنتعرض لهالإشي، وهي عملية تعليمية مثل ما الدكتور حكى، تعلمتي إنه نوعية أصدقاء معينة بتمشيش معاك. ممكن أنا عندي برضو too much expectations للآخر، إني أنا توقعاتي كثيرة. خلينا نعرف، جيبي لك علاقتين بينك وبين نفسك واقعدي شوفي كيف بدأت وكيف انتهت وين الغلط كان وشو كان ممكن تعملي إشي مختلف عشان هاي العلاقة تنتهي نهاية أفضل، وشوفي شو الدروس اللي أخذتيهم، وصدقيني علاقتك القادمة ستكون أفضل. يعني زي ما بيحكوا there is no bad relation there is bad experience. يعني هو صح. experience انت you build it ومنه بتطلع. طبعا زيد بقول شكرا لكم. شكر لك يا زيد، ما شاء الله عليك شكرا. عندك افكار جيده، واحنا مستعدين نناقش اي فكره سواء سلبيه او ايجابيه عشان نوصل لشيء جيد. طبعا الاخت سما ردت علينا بتحكي في ناس عايشين مع بعض بس ما في سعادة. يعني أعتقد هذا 100% للأسف. مش يا يعني هو صراحة معك، أنا موافقك. يس هي حتى الدراسة بتقول، احنا بنقول انه العلاقة الاجتماعية كويسة، ولكن اذا علاقة سامة نعتبر، خلينا نقول هاي تعتبر أسوأ من انك تعيش لوحدك. يا طبعا يعني المعايير للقياس هي تختلف من شخص لآخر، صح ولا لا أستاذ ريم؟ 100% يعني. لأنه فيش قواعد صح. هي لو في قواعد صح بنعرف إنه الكومبانيونشيب هي أهم من بعض المعايير. عبد المجيد بحكي لك ريم السعادة شيء مهم بس أوقات ينعكس التيار وبنكون عكس الريح. يعني انك تتوقع اشي من علاقة وبتثبت اشي ثاني. انا هذا اللي Yes. فهمته هذا اللي بتصير، شو فهمناه. الدرس اللي اخذته مشان العلاقة اللي بعدها تكون افضل. أكيد يعني زي ما بيحكوا مش شرط هي أول حب هو الحب الصحيح، هو أفضل حب هو الحب الصحيح يعني حتى في العلاقة مع الزوج. طيب نكمل بالخطوات اللي بدك تعطينا إياهم. حكينا أول شغلة الاحترام، الثانية وضع حدود لأنفسنا، ثالث نقطة مهمة إيش بتحكي لنا؟ أنا بقول، وإحنا على فكرة بنعمل هاي الشغلة بدون وعي، هي إنه بنفترض إنه فاهمين الآخر، نفترض إني أنا أو يعني بنعمل فرضية بعدين نمشي عليها كأنها صح. ما بتعملوا فرضيات على الآخرين. قديش كم مرة واحد فينا مرق في صدفة إنك مرقت عن صديق في محل وشفته كأنه شافك وما سلم عليك وأنت زعلت منه، فأنا وضعت فرضية أوريدي إنه شافني ما بده يسلم علي، زعل مني، حدا حكاله عني. تصور انت وجع الراس والصداع اللي بده يصيب الواحد هو يفكر شو ممكن صار، مين حكى له عني شيء، شو عملت شيء غلط اذا انا ثقتي في نفسي مهزوزه، او ليش عمل هيك. انا وضعت فرضيه اوريدي انه في شيء غلط، اوريدي وضعت فرضيه. هلا اللي بيقرا كتاب رايزنج سترونج لبرني ريني براون، شيز اميزنج على فكره، ونفس الشيء بتعمل ريسيرش على كل شيء على وضع الفرضيات. وهي مره في الكتاب رايزنج سترونج سالت جوزها، هو دكتور اطفال، سالته انت بتظن انه الناس بيعملوا افضل ما لديهم؟ راح اخذ نص ساعه فكر في الموضوع، رجع قالها اذا انا بدي اقرر هلا انا بقرر الشيء اللي بيريحني. وانا من يوم ما قريت هذا الكتاب وماشي هذا الشيء اللي بيريحني افكر انه الناس دائما يبذلوا افضل ما لديهم، اريح له.
فانا لما اشوف واحد لنفرضه ما شافني ما طلع فيه، هذا طبعا فرضيه بس هي في اشياء كثيره، يعني في اشياء كثيره ممكن تصير، وما سلم علي، الاسلم لي والاحسن لنفسيتي ولاني اكون يعني for my well-being. اذا مش اجت عيني في عينه افترض انه ما شافني، اذا افترض اذا برضو انا شفته انه شافني، انا الافضل الي اني اقول maybe انه بمر في ظروف ومش قادر يحكي مع حدا. وعلى فكرة أكثر من 70% بيبقى هذا الشيء، بس إذا أردت أن تفترض افترض شيء إيجابي بيريحك أنت، بعدين you will find out. بس هي أغلب المشاكل اللي بصراحة بين الناس إنه بنحط فرضية كأني أنا فاهمة إيش بده هذا الشخص وبتصرف بناء على هاي الفرضية وكأنها حقيقة. وعلى فكرة الدماغ بيلعب تريكس وبنسى، بعد شهر ببقى أحكي في الموضوع وكأنه واقع، يعني بنسى إني هذا أنا اللي عملتها فرضية كانت. فما وأعتقد تعملوا افتراضات. في آية واضحة في القرآن بهذا الموضوع، إن بعض الظن إثم، يعني very clear حكتها، إن بالضبط. بعض الظن إثم. يا إذا بدك تفترض في علاقاتك الاجتماعية افترض إشي إيجابي، لأنه فهمت؟ we don't know شو الناس بتمر. صحيح صحيح. أنا معلش بدي، أنا عارف إحنا محضرين ماتيريالز كويس بس الجمهور متفاعل، فحابب برضه إن طبعا نعطيهم وقتهم. الأيام هاي بتقول لك العلاقات تقاس بمعايير معينة. في لك تعليق على، أنا عندي تعليق بس حابب أسمع منك أول شيء. بتحسي ان مثلا بدهم مصلحة منك، بتحسي انه في ناس تحترم الغني مثلا بصيروا بدهم يتقربوا منه، صح؟ طيب بيحبوا الناجح بصيروا بدهم يتقربوا منه. ممكن في، ولكن مين له حق اختيار مين يقرب عندي ومين لا؟ اوكي، مين له حق الاختيار مين اللي يستحق اساسا انه يقرب من حياتي so close ويكون صديق لي ويدخل على بيتي ويعرف تجاربي. ممكن تعرفي ناس ولكن اللي بيأذوكي هم اللي بيعرفوا أكتر عنك. فدائما اسألي نفسك يا هدى، مين هو اللي بيستحق يكون صديقي المقرب جدا؟ وللعلم طول حياتنا إذا قدرنا نعمل اثنين أو مقربين جدا نجحنا. هدى بتقول لك الدرس، واعمل خيرا وارمي به بالبحر، عند ربنا ما بيضيع شيء، هو ما بنسى حدا. ما هو شيء هذا بياخذنا لرقم 5. يس، ايوه اعطتنا اياها هدى، جاهزه. شكرا لك يا هدى. عدم التوقع من الاخرين، يعني اذا عملت إشي لمساعده حدا ما تتوقع انه هو رح يجي يساعدك، يمكن هو يختار ما يساعدك، يمكن هو ما ينتبه انك بحاجه لمساعده. دائما مش ارمي في البحر، على فكره فيش فاكيوم في هذا العالم، هذا عالم مليان خير وإله قوانين. هذا الإشي اللي أنت بتعمله بده يرجع لك من شخص عمرك ما سمعت عنه، بده يرجع لك من ربنا، يعني بيرتب الأمور. فيش فاكيوم، أنا رميت والعالم سحب هذا الخير ورماه، أوكي؟ ما في. هذا الخير هو عبارة عن شيء جميل بيطلع وبيعود لنفس الشخص حامل نفس الصفات. فإذا عملتي خير مع حدا ما تتوقعوا إنه يرجع يعمل معكم نفس الشيء. كثير بتصير إنه أنا ساعدته بس أنا لما احتجته ما ساعدني. هلا بصير انه انا اتعلم الدرس انه هذا الشخص ما بيحب يساعد، هلا بصير عندي خيار لسه بدي اساعده اذا ما اذا انا لانه ما بيرد لي الجميل ما بدي اساعده، اتس اوكي قراري. بس اذا بدي اساعده رغم انه انسان يعني مش منيح برضه هذا قرار، اتس اب تو يو. بس هو الخير بيعمل ويعود لصاحبه مش من نفس الشخص غالبا، بيجي هيك لحاله الدنيا بترجع لك اياه. سبحان الله، يعني هو الله، يعني هو دائما قادر على هذا الشيء، ودائما طبعا يعني الإنسان بيعمل مش للأشخاص، وبيعمل لوجه الله، فبالتالي ربنا هو اللي بياخذ منه هذا، عنيته زي ما بيحكوا، وبرجع له بالضبط إياها. يس صح. بس شوف هذا كمان يعني برضه عشان نكون واقعيين، انا بعمل إشي ما بتوقع إشي مقابله، بس اذا حدا بيستغلني بضل يسالني يسالني يسالني، واقل شغله بساله بقول لي لا، وقتها يعني بصير حقك انك توقف وتضع حد انه تقول لا سوري ما بقدر. طيب طيب سما عندها سؤال، او يمكن هذا من اصعب الاسئله اللي مش مرت على ريم ولا مرت علي. ما هو تعريف السعاده؟ There you go. شو انا يعني تعريفه؟ تفضلي. لا خلينا نسمع رأيك أول. انا بحكي انه السعاده، يعني فلسفيا يمكن في ناس بيقدروا يكتبوا
جملة أو جملتين، لكن السعادة لن تستطيع أن تحكي عنها بجملة وجملتين، وهي نسبية بين شخص وآخر. الولد الصغير سعادته بحبة الآيس كريم اللي بتشتري له إياها، هاي قمة السعادة عنده. أما أنت يمكن أنا أشتري لك روز رايز ويمكن ما تنبسطي فيها، مع إنها أغلى بكتير. في ناس بيقيسوا السعادة، يعني المريض بالنسبة له السعادة إنه يشوف حاله مش عم بأخذ الأدوية، اللي بالسجن سعادته إنه يطلع برا، اللي ما عندوش أولاد سعادته إنه يجي طفل، اللي مش متزوج سعادته، فهي نسبية من شخص لآخر. فعشان هيك ما في لها تعريف جملة واحدة نقول السعادة هي واحد اثنين ثلاث. أنا هذا رأيي طبعا، ما بعرف. رائع جدا 100%. انا بدي اسال سوما، مشان هيك احنا بنقول اعرف نفسك، شو الاشي اللي بخليك تسعدي يا سوما، وشو اللي موقف بينك وبينه، وشو اللي بيمنعك من انك تو جو جيت ات. هلا في كتير ناس بفولسلي يعني بيقول لك انا سعادتي مثلا بالمال زي ما قلنا هاي الدراسه اللي عملتها، بعدين بس يجمع المال بيكتشف انه هو مش سعيد، او بيصل الشهره وهو مش سعيد. السعاده تختلف صح من شخص لشخص اخر، ولكن تستحق من ان نقعد مع انفس شوي ونسال شو الإشي اللي بيخليني أكون سعيد حقيقة. أكيد أكيد، يعني أعتقد أنها هبة من الله سبحانه وتعالى أنه نفهم وين سعادتنا، يعني هذا لأنه أنت بتقدر تعمل دايركشن لحياتك. صح. زيد بقول الدرس عدم الثقة بأحد ولا حب مجددا. لا يا زيد، لا لا لا, لا يا زيد، لا اوعى يا زيد. طبعا انا ما كلمه تفكر حالك ابواب يعني. تفضلي تفضلي تفضل. انا لا بدي انا احكي بقول له ما تفكر حالك ابواب، في حدا كويس، في حدا كويس. اكيد اكيد، انا بدي احكي له لزيد انه كلمه السعاده زي كلمه الحب برضو لها مصطلح كبير. فحب نفسك اول، حب اهلك، حب وطنك، حب امك، حب اخ. فيعني مش معناها انه ارتباطك مع جنس اللي هو الثاني بعلاقه كانت مثلا يمكن تكون مش صح، مش مكتمله، ابدا احكي لم تنتهي لما تحبه انت، يكون سيء. بالعكس كانت خبره لك وممكن تعطيك يعني good experience في العلاقات القادمه، فما تفقد الثقه يعني. صح. واهم شيء بدك تسال حالك يعني، على ما يبدو كان في عنده علاقه خلينا نقول فاشله او شيء، او صداقه فاشله، اول شيء اسال حالك شو اللي خلاني، شو اللي ظروف او شو الشيء في جذب هيك علاقه الي عشان تغيره، وقديش اسال نفسك شو نوع العلاقه التي تستحق انها تكون في حياتك، وبنبلش منهم. طبعا هو بيسأل سؤال زيد برضه كثير متفائل اليوم معنا، الله يعطيه العافيه، بقول لك ليش لنتعمق ولنعرف ما سبب البعد الاجتماعي. طبعا السبب الاول هلا الوضع اللي بنعيشه، بس وهو غير خيار اصبح، يعني هو سبب علمي يعني، وان شاء الله يكون مؤقت. بس اذا بعد ذلك هو يمكن اتوقع انه هذا قصده، كيف نبعد؟ شو أسباب هذا البعد الاجتماعي بيننا وبين الآخرين؟ ما هو حسب قديش. شوف أنا في ناس بده يعني ما بيشعر حاله سعيد إلا هو محاط بكتير مجموعة من ناس ونوع من الأخد والعطاء كتير. هون أنا برأيي بيكون في نوع من الهروب من الذات شوي، يعني بحب أنشغل بالناس عشان ما أضطر أنشغل بنفسي. ممكن ممكن هو قصده شو سبب البعد الاجتماعي، علاقات فاشلة متكررة. إذا أنا عندي عدة علاقات فاشلة متكررة، اترك كل الناس وارجع لنفسك، شوف ليش بتجذبهم إليك. هل أنت مش عارف تحط لهم حدود؟ هل أنت في لازم توازن الأخذ والعطاء عندك؟ خلال في هذا الميزان أنت بتعطي كثير بس ما بتاخد، فالناس تتعود إنها تيجي عندك بس تاخد، حتى لو مشاعريا على فكرة مش ضروري ماديا. لابد من توازن هذا الميزان اللي هو الأخذ والعطاء في كل شيء، في كل شيء حتى في المشاعر. للأسف الإنسان أحياناً أستاذ ريم ما بيقيم نفسه بطريقة صحيحة، ما بيشوف نفسه في المرآة، دائماً ما بيشوف أخطائه. ففي عندك أي تيبز إنه ننظر لنفسنا فعلاً، نقيم نفسنا؟ ولا مرة توقع في مشكلة وتطلع على الطرف الآخر مهما كانتها، وقديش ما توقع ولا مرة تطلع حالك أنك ضحية عشان تستفيد من اللي صار. اقعد امسك ورقة وقلم، it's worth it.
سورفت عشان ما اوقع في نفس الخطأ الثاني. اوكي، من يوم ما قابلت هذا الشخص هيك صار، كون يعني بس بدها يعني درجة من الشفافية عالية مع نفسك، مش قادر تحلها مع حالك find a coach. والله يعني عن جد it's a lifelong lesson، مستاهلة نستثمر في أنفسنا. بروح بشتري شنطة ب$1000 ب$3000، بس بقبلش أدفع $200 أو $100 لكوتش ممكن تساعدني تحل مشكلة طول حياتي. أوكي، صحيح. find somebody to help you. إذا مش قادر اقرأ لك كتاب في موضوع العلاقات، امسك ورقة وقلم وشوف ليش فعلا 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 3 مرات خربت هاي العلاقة. في كتاب اوكي، بتنصحينا فيه بالعلاقات الاجتماعية؟ يس، في كتاب بجنن اسمه ذا فور اجريمنت، على فكرة يعني لحد هلا بعت تقريبا 8.5 مليون نسخة. بس خليني اقرا لكم الاسم، الكاتب دان ميغيل ريتز، بالانجليزي موجود اوديو، موجود هو اسمه ذا فور اجريمنت، هو بحطت لك 4 فعلا قديش بيساعد الانسان يفهم نفسه. روعه رواق هيك، او اسمعوه اوديو في السياره، موجود على فكره على يوتيوب مقطعينه وحده. ناس درسوا هذا الكتاب، ناس فسروا هذا الكتاب، ناس شرحوا هذا الكتاب. بس تحط ذا فور اجريمنت اون يوتيوب بيطلع لك 1000 هيت، بتقدر تسمعه. اتس ا فيري 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 جود بوك. عبد المجيد، انا حطيته باي ذا واي بالكومنتس للي بحب يشوفه. عبد المجيد بيحكي حلو كلامك عن السلام والقائه اللي بالصدفه في محل ما انتبه مثلا، بس بيكون في غدر احيانا، بس انت ما بتدل او ما بتبادر بشر كونه انت بنفسيه صافيه والتاني مره بتلاقيه راح يكون مبسوط معه. اعتقد هذا على المثال اللي حكيتيه. يا إذا وقعت في شخص أكثر من مرة بنفس الطبيعة، ارجع اسأل حالك أنا ليش وقعت. بننخدع في ناس كتير، بس أنا إذا ببقى حاطة حدود الدامج بيبقى كتير أقل طبعا. يعني أنا بقول لكم واحد مثلا فاهم الدنيا صح، ولا مرة أجا عنده في حياته حدا فكره صديقه وطلع لا. أول نظرة مش دايما بتبين لنا حقيقة الشخص، ممكن يكون مبتسم، ممكن يكون كذا. ف it takes time. العلاقات الاجتماعية الأساسية والقوية هي بتاخد وقت. هذا الأول نظرة، هذه الرومانسية قيموها من راسكم، لأنه most of the time it doesn't work. طبعا هو بيجاوب على بعض الاستفسارات، بيحكي بنفس الوقت بيكون الانسان غير مركز مع نفسه، لذلك ما بيكون مجمع. اتركه بعدين احكي معاه اذا انت بتحبه. اوكي، هذا بيحكي عن شخص صار بينك وبينه موقف، بس انت بتحبه كتير وبتعزه، فهو بقول يا اعطيه مساحه. ما هاي برضه من احترام مساحه. هلا اذا انا حزين كتير وقاعده ببكي او زعلانه، اكثر شيء بحب انه الانسان يحترم هو يحترم المساحة تبعتي، يعطيني وقت to calm down بعدين بنحكي. فما مش دائما we storm. الواحد هو بتعرض لموقف وبدنا اياه هلا يحكي، بدنا اياه هلا يقول، احترم مساحته. ممكن جدا طبعا، ليش لا؟ واحيانا بتكون عنده مشاكل عائلية، مشاكل اجتماعية، مادية، ما بتعرف الناس كيف وضعهم. ممكن طالع من عند الدكتور وقايل له خبر مش كويس، صح. طالع من البيت وابنه سخنان بيغلي، ما بيبقى بده يحكي. ف we give him time. طبعا why not. طبعا طبعا في آية هدى كتبت لنا إياها، آية في القرآن بتحكي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، وهذا طبعا واضح، الحسنة حسنة والسيئة وسيئة، لكن الله شو بيحكي لنا؟ ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع بالحسنة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة وكأنه ولي حميم، يعني هون كيف بتظبط العلاقة بحسنة حتى لو إنه واحد عدوك. قدم الخير، ابدأ بحسن النية، ابدأ بتصرف جيد، ابدأ بابتسامة. يعني شو بدي اقول لكم، يعني لما تروح على محل وتحس حدا هيك هون مثلا، لنفرض مش حاببنا، مش حاجب بلون شعرنا او الاكسنت تبعتنا، بس اف اي انا اي اجنورت شوي شوي، مش انه بقبل انه حدا يضطهدني، واي ستارت سمايلينج مباشرة، بتحسهم رخوا شوي. أحلام بتقول لك الخير بعطي صاحبه شعور حلو، فهذا الشعور أحلى من إنه الواحد بيستنى مقابل الخير اللي بيعمله. ترتفع في قيمة نفس، في نظر نفسك جدا، وهي أهم شغلة. ترتفع إني حتى أساسا بتشعر بالقوة إني أنا قادر أعطي أساسا. It's really nice. نادية بتقول لكم منورين، أهلا وسهلا فيك يا نادية. شكرا يا نادية. هدى بتحكي أن السعادة هي الرضا بالقضاء والرزق،
وتقدير النعم. أنا بس بدي أوقف عند كلمة الرضا هاي لأنه عندي شوية تحفظ عليها. تقدير النعم التي تحيط بنا من كل جانب، هي تقدير كل يوم جديد يشرق علينا أو تشرق علينا به الشمس. هذا تعريفها للسعادة. أنا جميل. ما بعرف كلمة الرضا هاي أحيانا أنا بتستوقفني. كلمة الرضا بالنسبة لي اللي هي التسليم بالواقع، وهذا أحيانا بوقف ناس من أنا ما بحكي التمرد على الواقع، لكن إنك ما تطلب الأفضل، يعني السعي. أنا السعي للأفضل. فأحيانا كلمة الرضا ها للأسف بتوصلنا لمجال إنه خلاص أنا بأكل وبشرب وبنام وبكفيني، يعني أنا راضي بحياتي. لكن بدنا لازم يكون عندنا إحنا محفزات للحياة. شو رأيك؟ أنا ما بعرف، هذه وجهة نظري يعني. مظبوط. الرضا شيء جميل جدا، اني اكون راضي بالعندي واسعى في نفس اللحظه لشيء الافضل. رائع. مش عم بسعى من حاله اني انا ناقصني شيء وانا مسكين وانا حزين وانا ناقصني، لا، انا من ناحيه انه اللي عندي الحمد لله عليه واسعى للافضل في كل لحظه. هون بنكون عملنا توازن رائع. زيد بيعرف السعادة أنت من ترسمها أو تصنعها. وطبعا زيد بيقول لك اليوم نحن سعداء جدا، احنا الحمد لله. سعداء. الحمد لله. زيد بيرجع بيحكي لنا الفشل هو النجاح. الفشل إذا اعتبرته درس، طبعا، لأنك أنت أخذت درس، الآن أنت أقوى، أنت متسلح، بتعرف مش شو مش لازم تعمل، شو الطريق اللي مش لازم تاخذها، والآن أنت أقوى. You have a direction to go. Absolutely. زي ما أديسون لما سألوه أنت فشلت 99 مرة ونجحت مرة في إنتاج الضوء، قال لهم لا، أنا وجدت 99 طريقة لعدم إنتاج الكهرباء وطريقة واحدة لإنتاج الضوء، عفوا الضوء. أحسن 100%. كل فشل هو درس محطة. أنت أقوى، go for it. Yeah. الفشل هو step لطريق النجاح. وحتى في بعض العلماء بكتبوا البروتوكولات الفاشلة اللي قاموا فيها في اللاب، يعني بيعمل تجربة بكتب البروتوكول الفاشل وبيعمل له نشر على إنه طبعا فشلنا، لأنه بيستفيد منه شخص آخر ما بعيد نفس الفشل ما عشان ما يجيش يمشي في نفس الطريق. ففي ناس بتلاقيهم بكتبوا كتب مثلا فشل، لكن في الأخير بتستفيد منها أنت إنه أنا مش لازم أغلط نفس الخطأ يعني، أو أسوي نفس الفشل نحكي. صح. الأخ روضة، سوري، صورة والدها شكله الله يحفظنا إياه. الغربة عن أهلي لمدة طويلة فقدت السعادة. لا، كتير 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 ناس. احنا طبعا عم نحكي مع اودينس اغلبهم في كندا وفي امريكا، كلياتنا في غربة، اوكي. ولكن ليش تفقدي السعادة؟ لازم تتأقلمي مع الوضع اللي انت فيه. الايام هذه بتروح معدودة عليكي. اول سنة انا بقول لك كلياتنا مرقنا بهذا الظرف، الحياة تستمر، اوكي. هذا امر واقع، انت موجودة في الغربة، لاقي سعادتك في هاي الغربة. يا ولان زي ما حكينا احنا، يعني حتى الاتصالات، الطيران صار اسهل اسرع، فيعني ان شاء الله. احيانا تعرفي الواحد بيكون في بلده، يعني انا صارت معي حاله استاذ ريم واحكي لك اياها، يمكن والاخوان الزملاء والاصدقاء يعني بيسمعوا. صديق لي كنت في بلد عربي يعني، فصديق لي بقول له كيف الأوضاع وكيف هذا، بقول لي والله الوضع صعب. أختي إلي 4 أشهر مش زايرها لأنه معيش فلوس أشتري معاي، تعرف بيروح على أولاد أخته يجيب لهم شيبس أو شوكولاتة أو فالناس يعني أحيانا الحالة الاجتماعية في الوطن ممكن تأثر على العلاقات أكثر منها وإحنا في الغربة يعني. الغربة على فكرة هي غربتك عن نفسك، من انك تعرف نفسك. ما تضيعوا، اذا قررتوا تنوجدوا هون وما فيش عندكم ظرف قهري يرجعكم يعني على بلدكم، ما تهدروا العمر. العمر كل ثانية محسوبة، كل ثانية بتروح انتهت، ما راح ترجع. انت بالغربة، ملايين الناس موجودة في الغربة.
لازم تلاقي طريقك، ولازم تشغلي حالك، ولازم تلاقي سعادتك بالظروف الموجودة. يعني I hope إنه يكون ساعدناك إن فيه. شاء الله. أخونا منصور حط فيديو بس مش عارف إيش هو يوتيوب. قد يكون أحد فيديوهات هذا الكتاب. يمكن. زيد بيحكي أنا أعرف حالة عادية للإنسان وطبيعية. أنا أعرف حالة عادية للإنسان. أوكي. اللي طبعا عبد المجيد بيحكي عذر وليس غدر. وليت غدر. يا السلام عليكم. وعليكم السلام. ليست رومانسية، كانت علاقة من القلب، والقلب هو منبع العاطفة والحب والمشاعر، الحب من الله. بس المفروض انك تحب حالك اكثر، اوكي؟ ميك شور، لانه ما حدا راح يحبك اكثر من نفسك. يا ريت نعرف كلمة شعور، ما معنى شعور؟ لا تحكي شعور ما تعرف معنى كلمة شعور. يس، الشعور هو أو الإحساس مهم جدا إنه توصل. بقول لك أعتبرك أخ كبير وأخت كبير إن شاء الله، وموضوع نناقش عادي ونكون بصراحة. أهلا وسهلا فيك بأي وقت. طبعا بيحكي إنه هل هناك نجاح دون فشل؟ أكيد لا. وجهة نظر مقنعة يا دكتور، غير أن الإنسان مرات تخور قوته أمام جبروت قدره وعليه الرضا. أكيد أنا بحكيش أنه عدم الرضا بما قسم الله، ولكن دائما الواحد دائما لازم يكون أو يحاول أنه يوصل للأحسن، يوصل للأفضل. يعني الولد في المدرسة أحيانا بقول لك أنا راضي، أنا جايب 60 70، بس الأهل بدهم اياه يجيب 90 و99 ولا لا؟ يعني نفس الشيء، ما هو هون النقطة انه بدنا اياه يوصل للافضل. يضل يحاول. فهو ليس معناها عدم الـ 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 يعني عدم الرضا بالرضا او عدم القبول بالرضا، لا، هو الوصول دائما للافضل، وهي طبيعة في الانسان دائما بده الافضل. بتعرفي احنا يعني ما شاء الله الجمهور كثير متفاعل، والوقت عم بداهمنا. بداهمنا. خلينا نلخص بسرعة الشغلات، النقاط اللي أنا سمعتها منك. الأهم شيء هو الاحترام، وضع حدود لأنفسنا، عدم وضع فرضيات، وعدم توقع مقابل ما نعطيه للنعمة. للناس. نعم. وكمان تقبل اختلاف الآخر وعدم محاولة تغييره. صحيح صحيح. ضل شغلتين حابة أقولكم إياهم. تفضلي. كل ما بتعملوا أي إشي اعملوا قصارى جهدكم دائما. قصارى جهدي وأنا مريضة بختلف عن ما إحنا يعني ما ندعو على القسوة عن النفس، أوكي؟ نعم. قصارى جهدي وأنا مريضة تختلف عن قصارى جهدي وأنا في الصبح في أول النهار وأنا سعيدة وأنا كذا. ولكن في أي موقف تنحطوا فيه ابذلوا أقصى ما يعني أكثر إشي بتقدروا عليه قدموا وبتقدروا عليه اعملوا. هذا إشي جيد بيخليكم دائما، بيخلي فيش ريجرت، ما بقدرش أضل أرجع وأتندم، كان ممكن أعمل أحسن. طيب اللي بتقدر عليه أعمله حتى لو غلطت بهذاك الوقت كان it's very good. يعني هذه نقطة مهمة جدا، اللي هي إن الله يحب إذا أحد عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ونحاول نوصل للبرفكشنست، للأفضل دائما. لا الأفضل بيرفكت في العلاقات صعب، ولكن اعملوا أكثر ما اللي هو اللي قدامك بحس إنك أنت قاعد بتبذل كل اللي بتقدر عليه، فهي appreciated. يا النقطة الأخيرة اللي كنت حابة تحكيها. آخر إشي بحب أقولكم، يعني في موضوع العلاقات وفي أي إشي تاني، اختاروا كلماتكم، انتبه على كلماتك اللي بتحكيها لنفسك، انتبه على كلماتك اللي بتسمح للآخرين يوجهوها إليك، انتبه على كلماتك اللي بتختارها حوالين الآخرين، لأنه هي الجسر اللي بوصل الناس عشان يعرفوا مين انت، عشان يعرفوا شو مشاعرك باتجاههم، عشان يعرفوا كيف بتفكر. فدائما خلينا ننتبه شوي على الكلمة قبل ما تطلع، نتأكد انها يعني بدنا نطلعها خلص طلقة، اذا طلعت ما بترجع. خلينا شوي ننتبه على كلماتنا، ونتأكد انها لا مؤذية لا إلنا ولا لغيرنا. وبذلك انا بتهيألي اذا بنقدر نحط 3 أو 4 من النقاط اللي احنا حكيناهم، لا علاقاتنا حتى لو كانت شيكي شوي راح ترجع، وإن شاء الله الأمور تبقى كويسة، ونحصل على أقل شخص واحد نكون احنا وياه في حالة انسجام.
إيه زي ما حكيت، اللسان هذا مهم، لأنه الكلمة إذا طلعت للأسف ما بترجع، وأحيانا في كلمات ما بتنحسب لها حساب. يعني إحنا باش نكون very يعني details بالكلمات، بس أحيانا لازم برضو تكون حاسب الكلمة كيف تأثيرها على الشخص اللي أمامك. يعني هاي طبعا ملكة من الله إنه يقدر الواحد يحسب هاي الكلمة، مش أي واحد بيقدر يسويها. في ناس بيحكوا بضجوا الكلام دج هيك. هم هدول على فكرة احنا زي ما دايما نرجع للبرمجة العقلية اللي هي هم صغار تبرمجوا من سن الولادة لست 7 سنين، هي تصرف بوعي او تصرف بلا وعي. معظم البشر بتصرفوا بدون وعي، هلا بصير انا واعي، طيب انا شو حكيت وليش حكيت ووين حكيت. طبعا عبد المجيد يمكن بلخص لنا السعادة بجملتين أنا عجبوني كثير، عشان هيك حطهم في النهاية. عندما تحب نفسك تحب غيرك، وتجعل السعادة سر نجاحك في هذه الحياة. لذلك كن قويا وثق بنفسك، ومهما تواجهك الصعوبات استمر ولا تنظر إلى الخلف. كن قويا، رائع. فأجمع فكن قويا فاجعل واجعل نفسك بالأهمية، أو يعني تعطي نفسك الأهمية. الأهمية. يس، أعتقد أنه لخص كثير مما تكلمنا. أنا حابب أعطيك آخر دقائق إذا بتحب توجهي أي شيء للجمهور اللي كثير كان متفاعل اليوم. الحلقة كانت جدا رائعة. كل يوم بهذا الوقت، مع يوم جمعة مع الكوتش ريم عناني، حتكون لنا حلقة عن شيء مهم جدا في حياتنا، فتابعونا أكيد. أستاذة ريم تفضلي. شكرا كثير يا دكتور عن جد، وشكرا لكنار تي في. سعيدة جدا اني اكون جزء من اسرتكم، وسعيدة جدا بكمية التعليقات والمشاركات. احنا هون في هذا البرنامج بقربك كثير من نفسك، من معرفة حالك، بقربك اكثر للحياة اللي نفسك تشوفها. مرات يعني بنحط الضوء احنا على امور يمكن ما كنا منتبهين لها، زي ما حكى محمد مرة، استاذ محمد، انه البديهي السهل الممتنع تقريبا. هدفنا دائما انه نساعدكم تعيشوا افضل حياه بافضل الطرق، نكون خفيفين عليكم، وبرضه نشع الامل والسعاده في كل يوم جمعه الساعه 7 بتوقيت اوتاوا ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا بشكرك جزيلا من قلبي ومن جميع المشاهدين. بقول لك اليوم انت جعلتي فينا سعاده قد لم تلاحظيها، لكننا سعيدين جدا بوجودك، بتنويرك شاشة كنار تي في. طبعا بشكر الجميع اللي كانوا معنا. بذكركم اليوم الساعة 10 إن شاء الله حيكون لنا 9 سوري، لقاء كافي مع مبدع عربي ملهم. بدي أحكي لكم شو حكى، لأنه يمكن اسمه ما يعطيكم أي معلومة عنه، لكن بدي أحكي لكم شو حكى. أريد لكل أطفال العرب أن يعزفوا أحلى الألحان ولو بمصاصة. تابعونا اليوم الساعة 9 وحتشوفوا شخصية فعلا أبدعت في الهواية تبعتها. سلام للجميع. بالانتظار. سلام.